بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بداية أود أن أسأل الجميع، هل تستمعون المداخلة بشكل جيد؟ نعم. نعم. إذا أرحب بجميع الأساتذة والأستاذات في هذا عرض اليوم الذي نخصصه لمادة القراءة. لكن قبل أن أتطرق إلى هذه المادة، لابد أن أشكر من هذا المنبر كل الساهرين على هذه الغرفة الصوتية، وأشكرهم لما يقدمونه للأساتذة من عروض قيمة تساعدهم، والحمد لله، على أداء واجبهم بالدرجة الأولى وعلى تهيئهم لمختلف الاستحقاقات المهنية. إذن بالنسبة لموضوع القراءة، فقد خصصت له جزئين. الجزء الأول سوف أتحدث فيه عن القراءة وفهم المقروء، ولو تصفحتم هذا العنوان لوجدتم أنه يخص بالدرجة الأولى المستويات العليا من المدرسة الابتدائية. أما الجزء الثاني فسأخصصه إن شاء الله لموضوع القراءة في المستوى الأول، نظرا للاعتبار الذي يخصصه تعليم وتعلم القراءة لهذا المستوى، ونظرا للآن الحديث الذي نتطرق من خلاله إلى مختلف الطرائق المتعددة التي نستهدف بها تعليم وتعلم القراءة في هذا المستوى، وسوف نتطرق إلى هذه الطرائق في حينها. بالنسبة لهذا الموضوع، فسوف ننطلق بوضعية انطلاق. لاحظوا هذه الوضعية، سأقرأ عليكم الوضعية. على إثر تقويم تشخيصي في مكون القراءة بالمستوى السادس ابتدائي، وجدت أن بعض المتعلمين يعانون من تعثرات تتجلى في عدم قدرتهم على فهم المقروء. إذا هذا هو سياق هذه الوضعية. على إثر تقويم تشخيصي في مكون القراءة بالمستوى السادس ابتدائي، وجدت أن بعض المتعلمين يعانون من تعثرات تتجلى في عدم قدرتهم على فهم المقروء. إذا هذه وضعية حقيقية نلمسها كثيرا في أقسامنا، في فصولنا الدراسية نجد تلاميذ في المستوى السادس لكن لا يمتلكون الاستراتيجيات الأساسية لفهم المقروء. السؤال الأول، بين كيف تساهم بيداغوجيا الخطأ في رصد التعثرات المرتبطة بهذه الوضعية. السؤال الثاني، طرح بعض الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تنمية مهارات الفهم القرائي لدى المتعلمين. أما السؤال الثالث، ضع تخطيطا لدرس في القراءة بالمستوى السادس ابتدائي يأخذ بعين الاعتبار استراتيجيات تنمية مهارات الفهم القرائي مع تحديد دور المتعلم فيها ودور المدرس. إذا لاحظوا سياق مذيل بثلاثة تعليمات. التعليم الأولى تخص بيداغوجيا من البيداغوجيات، وهي بيداغوجيا الخطأ، نستثمرها من أجل رصد التعثرات. لماذا؟ لأن
لأن هنا يتعلق في السياق بوضعية تقويم تشخيصي، تقويم تشخيصي ربما في بداية السنة الدراسية، وينبغي استثمار هنا في هذه الوضعية لبيداغوجيا الخطأ لرصد التعثرات. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن فهم المقروء فهو مفهوم يعني عام، لكن أين يتجلى التعثر بالضبط؟ بالضبط، لأن عندما نتحدث عن الفهم فما هو مستوى الفهم الذي نقصد؟ لأن الفهم مستويات مختلفة، فبيداغوجيا الخطأ هي التي ستمكننا من رصد مستويات هذه التعثرات في الفهم. السؤال الثاني يتعلق باستراتيجيات الفهم التي تمكن المتعلمين من تنمية مهارات الفهم القرائي. أما السؤال الثالث فيتعلق بتخطيط لدرس في القراءة بكل يعني بجميع حصصه وبكل مستوياته، لكن ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار استراتيجيات تنمية مهارات الفهم القرائي لدى المتعلمين، لأن المتعلمين هنا في هذه الوضعية يعانون من تعثرات على مستوى فهم المقروء. إذا لا بد من استراتيجيات تمكن هؤلاء المتعلمين من تنمية مهاراتهم في الفهم القرائي. إذا للإجابة على هذه الأسئلة، إذا هذه الوضعية كانت فقط وضعية انطلاق ستؤدي بنا إلى تدارس مجموعة من الأمور المرتبطة بالقراءة وفهم المقروء. إذا أول شيء سوف نتطرق إليه للإجابة على هذه الوضعية هو مفهوم القراءة. ما معنى القراءة؟ ربما يتساءل البعض منكم ما هو مفهوم القراءة؟ مفهوم القراءة ربما يعتقد البعض أن مفهوم القراءة هو مفهوم بسيط يرتبط فقط بفك الرموز، رموز تقترح كتابة ويتم تفكيكها ويتم فك هذه الرموز، لكن هذا المفهوم هو مفهوم ضيق. وحتى لو قلنا بأن هذا المفهوم يتجاوز مستوى فك الرموز إلى مستوى الفهم، فنحن دائما في إطار مستوى ضيق من مفهوم القراءة. فمفهوم القراءة تطور عبر السنوات نتيجة لتطور البحوث التربوية. فبعدما كان في بادئ الأمر يركز فقط على الإدراك البصري والصوتي للحروف والكلمات، لأن هذا هو المفهوم القديم للقراءة، كان يركز فقط على الإدراك البصري كما قلت، على فك الرموز، على الإدراك البصري والصوتي للحروف والكلمات، لكنه تطور ليصبح عملية فكرية ترمي إلى فك رموز المقروء وفهمه. إذن أضفنا الفهم، إذن الفهم أصبح مرتكزا أساسيا في مفهوم القراءة. لكن كما قلت هذا المستوى لا زال مستوى يعني ضيق في مفهوم القراءة، لأن مفهوم القراءة أخذ يتجه إلى التفاعل مع النص. إذا أضفنا مستوى آخر من مستويات الفهم القرائي هو مستوى التفاعل مع النص، وهناك مستوى آخر بعد التفاعل هو مستوى الانتفاع بمعلومات النص وأفكاره في مواقف الحياة اليومية. لأن مع المقاربة بالكفايات، وقلنا بأن الكفايات
هي القدرة على إدماج مجموعة من الموارد لحل وضعية أو فئة من الوضعيات المشكلة. فإذا تبنينا مفهوم المقاربة بالكفايات، لا بد كذلك لمفهوم القراءة أن يتطور ليساير هذا المفهوم. إذا لم يعد الأمر في القراءة مرتبط فقط بفك بعض الرموز أو فهم النص أو حتى التفاعل مع النص، لكن تجاوز ذلك مع المقاربة بالكفايات ليصل إلى مستوى الانتفاع بمعلومات النص وأفكاره واستثمار المقروء في مختلف مواقف الحياة اليومية مع تحقيق المتعة النفسية بالمقروء. إذن هذا هو المفهوم الحقيقي للقراءة. إذا أردنا أن نتبنى فعلا المقاربة بالكفايات، إذن أي درس من دروس القراءة لا يأخذ بعين الاعتبار هذا المفهوم الواسع للقراءة فهو درس يعني ناقص. والكتب المدرسية الحالية لا تلبي هذه الأهداف من القراءة، ونجدها فقط تقتصر على القراءة يعني الإدراك البصري والصوتي، وعلى تقويم الفهم، على تقويم الفهم. لا لا لا, لا أنا لا, لا هنا أقول بأن لا يتعلق الأمر بتعليم وتعلم الفهم، بل بتقويم الفهم. نحن نقوم فقط الفهم لدى المتعلمين، ولا نعلمهم كيف يفهمون النص. هذا هو حال الكتب المدرسية الحالية مع ودلائل الأستاذ الخاصة بها. إذن القراءة في مفهومها الحديث تعتبر سيرورة ذهنية مهاراتية سلوكية. إذا قلنا سلوكية فإنها تجاوزت مفهوم الفهم الضيق، تجاوزت مفهوم يعني الإدراك البصري، لتصبح سلوكا في الحياة اليومية. يعني يستثمر التلميذ ما قرأه ليحل مجموعة من المواقف المرتبطة بالحياة. فهذه العملية تستند إلى 4 عمليات متكاملة ومتناسقة. أولا، الإدراك البصري لكلمات النص المكتوب وتعرفها والنطق بها. إذن هذا مرتكز أساسي، لا ينبغي أن نتحدث عن القراءة إذا لم نمر بهذا المستوى، إذا مستوى الإدراك البصري لكلمات النص. ثم كذلك المستوى الثاني هو فهم النص المقروء، هذا مستوى ثاني. إذا لاحظوا بعض الكتب تقف هنا في هذا المستوى. ثم المستوى الثالث هو تفاعل القارئ مع النص. والمستوى الرابع وهو المستوى الأساسي توظيف المقروء لحل المشكلات والتصرف في مواقف الحياة اقتداء بالمقروء. من هنا نقول بأن القراءة نشاط لا يتم إلا في إطار نص مكتوب، ويتناول أبعاد الفهم المختلفة من فك رموز النص وفهم معناه الصريح والخفي إلى التطبيق والتقييم بأنواع التي قدمتها في البداية. وقلت بأن بيداغوجيا الخطأ ينبغي استثمارها هنا بالضبط. لماذا؟ لكي نعرف أين يكمن الخلل. تحدثنا عن في الوضعية عن بأن هناك أطفال يعانون أو لهم تعثرات مرتبطة بفهم المقروء، ولكن في أي مستوى من المستويات؟ هل في إطار الفهم البسيط للمقروء، أم في مستوى التفاعل مع القارئ مع النص، أو في مستوى توظيف هذا المقروء في حل مشكلات والتصرف في مواقف الحياة؟ إذن هنا يكمن دور
بيداغوجيا الخطأ، وينبغي استثمار هذه البيداغوجيا في هذه الحالة. فعندما يقرأ المتعلم ويقوم الأستاذ بتقويم تشخيصي لقراءة المتعلمين، ينبغي أن يقوم بتنويع الأنشطة، يقترح أنشطة ترتبط بالفهم البسيط لما جاء صريحا في النص، ثم يطرح بعد ذلك أنشطة أو أسئلة مرتبطة بفهم ما هو ضمني في النص، ثم يطرح أنشطة يجعل المتعلم القارئ يتفاعل من خلالها مع النص، يطرح أسئلة كذلك أنشطة يجعل المتعلمين، أو وضعيات، لأن هنا نطرح وضعيات يجعل من خلالها المتعلمين يوظفون ما المقروء لحل مشكلات ليتصرفون في مواقف الحياة وهم يستثمرون المقروء. إذن من هنا سيتبين للمدرس أين يكمن الخلل، أين هو التعثر. سوف يجد مجموعة من المتعلمين لهم تعثرات في مستوى الفهم البسيط الصريح، فهم ما هو صريح. يجد ربما بعض المتعلمين لهم صعوبات فيما يرتبط بفهم ما هو ضمني، يجد بعض المتعلمين لهم صعوبات فيما يرتبط بالتفاعل، يعني لا يستطيعون تقييم ما جاء في النص، لا يستطيعون إبداء الرأي، لا يستطيعون مثلا تلخيص نص إلى آخره. ثم سيجد بعض المتعلمين لهم صعوبات في إطار استثمار، في استثمار ما قرأوه وما توصلوا إليه من خلال النص. إذن هنا يبرز أهمية بيداغوجيا الخطأ، لأن بيداغوجيا الخطأ تمكننا من معرفة، من رصد الخطأ وتحليله، من رصد الخطأ وتحليله ومعرفة مصدره، ليتم بعد ذلك تفييء المتعلمين إلى فئات، فئة لها صعوبات وتعثرات على مستوى الفهم البسيط، ما هو فهم ما هو صريح، ما هو ضمني. فئة من المتعلمين لها صعوبات وتعثر على مستوى التفاعل مع النص، وفئة أخرى على مستوى التوظيف إلى آخره. إذا هكذا نطبق بيداغوجيا الخطأ، وستمكننا هذه البيداغوجيا من تفييء المتعلمين إلى فئات تختلف حسب الحاجات، ولكن هذه الحاجات كلها لها ارتباط بفهم المقروء، بفهم المقروء، بفهم النص. إذن بعدما تطرقنا إلى مفهوم القراءة، سوف نتطرق إلى مفهوم الفهم القرائي. ماذا نقصد بالفهم القرائي؟ إذن يعرف الفهم القرائي، وهذا تعريف لأحمد عبد الله وفهيم مصطفى في كتابهما الطفل ومشكلات القراءة، وهذا الكتاب صادر عن الدار المصرية اللبنانية وهو في طبعته الثالثة. إذا اقتبست من الصفحة 37 هذا الجزء الذي يعرف لنا مفهوم الفهم القرائي. إذا إنه الربط الصحيح بين الرمز والمعنى. إذا لاحظوا بأن الربط بين الرمز والمعنى يدخل في إطار الفهم القرائي. عندما نقرأ كلمة ينبغي أن نفهمها، إذا نربط بين ما قرأناه من رموز وبين المعنى، وإخراج المعنى من السياق. إذا لاحظوا السياق يلعب دورا أساسيا في مفهوم الفهم القرائي، واختيار المعنى المناسب.
لأن عندما نتحدث عن السياق ربما تكون هناك معاني مختلفة، ولكن ربما السياق هو الذي يجعلنا نختار المعنى المناسب حسب طبيعة الموضوع الذي يتحدث عنه السياق. كذلك تنظيم الأفكار المقروءة وتذكر هذه الأفكار واستخدامها في بعض النشاطات الحاضرة والمستقبلية. لاحظوا الاستخدام أساسي كما قلت، يعني استثمار الأفكار في بعض النشاطات الحاضرة وحتى المستقبلية. أنا أقرأ ليس لحاضري، ولكن أقرأ كذلك لمستقبلي، لمستقبلي، لأستثمر ما قرأته في المستقبل. إذن هذا هو تعريف الفهم القرائي. يمكن تعريف الفهم القرائي أيضا باعتباره عملية تفاعلية بين القارئ والنص. إذا هناك تفاعل، التفاعل بين القارئ والنص تفضي إلى إعادة بناء المعنى، لأن عندما يقرأ القارئ فهو يعيد بناء المعنى، لأن لأي نص معنى، فالكاتب عندما يكتب نصا يعطي له معنى، ولكن عندما يقرأ القارئ فهو يعيد بناء هذا المعنى، بناء هذا المعنى حسب فهمه هو. إذا كان يحسن الفهم فسوف يكون المعنى يعني يناسب ما أراده الكاتب، وإذا كان هذا القارئ لا يمتلك الاستراتيجيات الأساسية للفهم فربما سوف يخطئ المعنى. إذن تفضي إلى إعادة بناء المعنى أو استنتاج معان وأفكار وتبني مواقف. إذا لاحظوا هنا تبني مواقف، تفاعل، لاحظوا التفاعل مع النص. إذا قراءة النص تجعلنا نتبنى أفكارا، نتبنى مواقف، نصدر أحكاما حيال الموضوعات التي يتناولها النص، بحيث يأتي القارئ بكل ما يملك من تمثلات معرفية، وهذه هي أساسية، لأن القارئ لا يقرأ نصا من فراغ انطلاقا من الصفر، بل له تمثلات، له معارف، له اتجاهات، له دوافع، له توقعات، كل ذلك سيؤثر على فهمه للنص. إذن سوف يتعامل النص من مع النص من خلال ما يملك من تمثلات واتجاهات ودوافع وتوقعات، ويأتي القارئ بكل هذه الأشياء ويتعامل مع النص بمحتوياته وطريقة تنظيم هذه المحتويات وعرضها. لأن عندما نكون أمام نص فالنص هو عبارة عن محتوى، ولكن كذلك هو عبارة عن تنظيم هذا المحتوى، هو منظم بشكل منسق، بشكل نسقي. فالكاتب عندما يكتب نصا ينظمه بشكل نسقي، له أفكار ولكن ينبغي أن ينظمها تنظيما نسقيا ويعرضها يعني بشكل نسقي. وبذلك يتم التفاعل بين القارئ والنص، وإذا تحقق التفاعل يتحقق الفهم. إذا لاحظوا بأن الفهم القرائي هو مفهوم واسع، لا نقصد به فقط ذلك الفهم البسيط الذي غالبا ما نتوخاه في دروسنا المرتبطة بالقراءة وما نجده في الكتب المدرسية. فالفهم القرائي هو مفهوم واسع يرتبط بالتفاعل ويرتبط بالاستثمار إلى آخره. وهذا الفهم وهذا المفهوم نتبناه بتبنينا المقارنة بالكفايات. الآن سوف نتحدث عن صعوبات الفهم القرائي. أين تكمن
بعض الصعوبات المرتبطة بالفهم القرائي، وهي هذه الصعوبات نجدها غالبا لدى متعلمي المستويات العليا. فمفهوم القراءة لدى المتعلمين بهذه المستويات لا يتعدى مستوى فك الرموز المكتوبة والفهم السطحي لها كما قلت. هذا هو السائد، هذا هو السائد. يعني ربما نجد البعض، بعض المتعلمين يجدون صعوبة حتى على مستوى فك الرموز المكتوبة. يعني نجد هذا يعني بشكل كبير في مؤسساتنا. المتعلمين نجد متعلمين في المستوى السادس والمستوى الخامس لهم صعوبات حتى على مستوى فك الرموز المكتوبة. تأكدوا بأن هؤلاء المتعلمين سوف يجدون صعوبة في الفهم، لأن فك الرموز المكتوبة، ولقد تطرقنا إلى هذا في البداية، قلنا بأن فك الرموز أو الإدراك البصري والصوتي للحروف والكلمات من الشروط الأساسية للفهم. إذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن أن نتحدث عن الفهم. وهناك الفهم السطحي للنص، الفهم السطحي فقط، بعض الأحداث الواردة في النص، بعض الأسماء الواردة، الشخصيات إلى آخره، هذا فهم سطحي للنص، فهم سطحي للنص. إذا نجد يعني هذا هو السائد في مؤسساتنا، يعني أن الفهم القرائي لا يتجاوز فك الرموز المكتوبة والفهم السطحي لهذه الرموز. كذلك نجد كذلك من صعوبات الفهم القرائي ضعف الطلاقة أثناء القراءة، لأن عندما نتحدث عن الفهم القرائي إذا لم تكن هناك طلاقة بشكل مقبول لدى المتعلمين فلا يمكن أن نتحدث عن الفهم القرائي، وهذا ما نجده في مؤسساتنا كذلك، أن المتعلمين يجدون صعوبة في الطلاقة، يجدون صعوبة في الطلاقة، وسنتطرق إلى هذا المفهوم بعد قليل. ثم كذلك عدم فهم معاني بعض الكلمات والجمل، يقرؤون ولا يفهمون معاني الكلمات، وإذا لم يفهم الطفل، إذا لم يكن له رصيدا من الكلمات، لأن القراءة تتطلب رصيدا غنيا من المفردات، فالطفل إذا كان رصيده المعجمي ضعيفا فتأكدوا بأنه لن يفهم، وسيكون الفهم القرائي لديه ضعيفا، وكذلك فهم الجمل. ثم كذلك عدم القدرة على فهم ما وراء السطور. فقد تحدثت عن الفهم السطحي، ويمكن أن أتحدث عن الفهم الصارم، ما هو صريح، ولكن هناك كذلك ينبغي أن يكون هناك كذلك فهم ما وراء السطور، ما وراء السطور. بعض الأمور هناك ربما تكون هناك إشارات في النص، غير يعني تؤكد بعض الأمور لا نقولها صراحة في النص، ولكن يمكن فهمها من خلال مؤشرات في النص. هناك مؤشرات في النص يمكن أن تساعد على فهم بعض الأمور التي لا نقولها صراحة في النص. إذن وهو ما يرتبط بفهم ما وراء السطور. ثم كذلك ضعف امتلاك المتعلمين لاستراتيجيات الفهم القرائي بمختلف مستوياته، لأن الطفل التلميذ الذي لا يمتلك استراتيجيات الفهم القرائي لن يفهم النص، وهذه الاستراتيجيات لا يتعلمها التلميذ من تلقاء نفسه، بل الأستاذ هو الذي ينبغي أن يعلمها للمتعلمين. لهذا أنا دائما لا أحبذ يعني تلك الكلمة التي ترتبط بالقراءة وأقول القراءة، ولكن ينبغي أن نتحدث عن تعليم وتعلم القراءة، خاصة في مستوى الابتدائي، في مستويات التعليم الابتدائي، تعليم وتعلم القراءة. حتى ولو كان التلميذ في المستوى الخامس،
أو المستوى السادس، فهو لا زال يتعلم القراءة، ولا زال يتعلم استراتيجيات الفهم القرائي واستراتيجيات القراءة إلى آخره. فوقفوا عند السنة الثانية، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ نقوم بتقويم القراءة، نطلب من التلاميذ أن يقرأوا ونصحح لهم بعض الأخطاء، ثم نطرح عليهم جملة من الأسئلة، والتلميذ النجيب هو الذي يجيب. إذا ماذا نفعل هنا؟ هل نعلم القراءة؟ لا، هنا نقوم الفهم، نحن نقوم الفهم، ولكن لا نعلم استراتيجيات الفهم القرائي. إذا ضعف امتلاك المتعلمين استراتيجية القراءة، الفهم القرائي، من الأسباب الأساسية لتعثراتهم في مادة القراءة. إذا لاحظوا، كل هذه الأمور التي ذكرت هي صعوبات أساسية تجعل المتعلمين لا يحسنون القراءة ولا يتوفقون في الفهم القراءة. إذا من هنا تظهر لنا شروط الفهم القرائي. ما هي شروط الفهم القرائي؟ انطلاقا مما ذكرت، إذا نستخلص من كل ما سبق أن شروط الفهم القرائي تتجلى أولا في الوعي الصوتي، لأن عندما قلت فك الرموز تحدثت عن الإدراك البصري والصوتي للحروف والكلمات. هذا الإدراك البصري والصوتي لا يتحقق إلا بشرطين، الشرط الأول هو الوعي الصوتي، والشرط الثاني هو المبدأ الأبجدي. إذا لم يتحقق هذان الشرطان فلا يمكن أن نتحدث عن الإدراك البصري والصوتي للحروف والكلمات، والتلميذ لن يكتسب القراءة. فأول شرط للفهم القرائي هو الوعي الصوتي، أي الوعي بأن اللغة مكونة من كلمات ومقاطع وأصوات. ثم المبدأ الأبجدي، أي تعلم أسماء الحروف وما يقابلها من أصوات. وبالتالي إذا تحقق الشرطان فالتلميذ سوف يتمكن من قراءة الكلمات والجمل، يعني من التعرف على الكلمات، وإذا تعرف على الكلمات سوف يقرأ الجملة بكاملها. إذا على مستوى يعني الإدراك البصري والصوتي للحروف والكلمات والجمل، فقط على مستوى الإدراك، مستوى التعرف. إذا شرطان أساسيان. ثم هناك كذلك الشرط الثالث للفهم القرائي، إن إذا لم يتحقق الشرطان الأولان فلن يكون هناك فهم. التلميذ الذي نجده في المستوى الخامس وله صعوبة في التعرف على الكلمات، فبالطبع سوف تكون له كذلك تعثرات، سوف صعوبات على مستوى الفهم القرائي، سوف لن يفهم، مفروغ من هذه الأمور هذه. إذا الشرط الثالث هو اكتساب المفردات، اكتساب رصيد من الكلمات لتسهيل القراءة الإجمالية والفهم. إذا يعتبر تعليم المفردات من المكونات الهامة لدى متعلمي المدرسة الابتدائية، لأن تعرف هذه المفردات بتلقائية في النص وفهم معانيها تسهل بشكل كبير جدا، تسهم بشكل كبير جدا في الفهم القرائي لديه. تلميذ إذا كان له رصيد غني من الكلمات والحروف فبالطبع سوف هذا يسهل عليه القراءة عندما يجد، يكون أمام كلمة سبق أن تعرف عليها فسيتعرف عليها بسهولة، وسوف يفهم معناها بالطبع. إذا وهذا سيسهل عليه الفهم القرائي.
إذن الغرض الأساسي من إغناء الرصيد المعجمي ليس عدد المفردات الجديدة المكتسبة في كل مستوى دراسي، ماشي هو غير العدد واش 100 ولا 200، ولكن الهدف الأساسي هو إغناء الرصيد للتمكن من القراءة والفهم، لأن هذا بالطبع سوف يمكن التلميذ، سوف يسهل عليه القراءة، عملية القراءة وكذلك الفهم القرائي. إذن هذا شرط أساسي، لأن التلميذ إذا كان رصيده ضعيفا، رصيده من الكلمات ضعيفا، فبالطبع سوف لن يتحقق لديه الفهم القرائي. عندما يقرأ نصا وأنتم أساتذة، أنتم تلمسون هذا، إذا كان يعني مستوى النص، يعني النص يعني يضم مجموعة من الكلمات التي لا يعرفها المتعلمون، فلن يتمكنوا من بناء المعنى، لا يتمكنوا من الفهم القرائي. ثم هناك الشرط الرابع هو الطلاقة، وتشير الطلاقة إلى القراءة السريعة والدقيقة والمعبرة للكلمات والجمل والفقرات. لاحظوا القراءة السريعة، إذن أي مستوى السرعة، مستوى السرعة ومستوى الدقة، سواء في القراءة الصحيحة أو الصامتة، لأن الطلاقة لا تخص فقط القراءة الجهرية، بل كذلك ترتبط بالقراءة الصامتة. حتى عندما أقرأ يعني قراءة صامتة، فينبغي أن تكون الطلاقة في المستوى. إذا تشير إلى القراءة السريعة والدقيقة والمعبرة للكلمات والجمل والفقرات. فالطلاقة هي صفة ذات صلة بالقراءة الجهرية والقراءة الصامتة، ويتصف بها القارئ الذي يقرأ قراءة سليمة خالية من الأخطاء. إذا هذه الصفة يتصف بها التلميذ الذي يقرأ قراءة سليمة خالية من الأخطاء، التلميذ الذي يقرأ بسرعة مقبولة وبدقة ولا يرتكب أخطاء، فنقول أنه يمتلك الطلاقة، ويحسن نطق الحروف وإخراجها من مخارجها، نطق الكلمات والجمل نطقا صحيحا، محترما علامات الترقيم، محترما التنغيم، محترما إذا وفي زمن مناسب. إذا نقول بأنه يمتلك الطلاقة، وإذا امتلك الطلاقة تأكدوا بأنه سوف يصل إلى الفهم القراءة. لأن التلميذ الذي لا يقرأ بطلاقة، مثلا يقرأ جملة، لنفرض أنه يقرأ جملة ولا يقرأها بطلاقة، يتهجى فقط الكلمات ولا يقرأ يعني ويرتكب أخطاء إلى آخره، فعندما يصل إلى الكلمة الأخيرة في الجملة يكون قد نسي ما قرأه في البداية، وبذلك لا يتحقق الفهم القرائي. فالطلاقة شرط أساسي من شروط الفهم القرائي. ثم الفهم هو إدراك معنى ما يقرأ من كلمات وجمل وفقرات، ولكن بالمفهوم الذي تطرقنا إليه قبل قليل، يعني في مفهومه الواسع، وهنا لا نقصد به ذلك المفهوم الضيق للقراءة. فمهارة الفهم من أهم مهارات القراءة، بل إن الفهم أساس عمليات القراءة، وتتلخص هذه العمليات في قدرة المتعلم على بناء معنى للنص المقروء، بتوظيفه لمجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بالفهم القرائي. وسوف نتطرق إلى هذه الاستراتيجيات بعد قليل. والفهم القرائي
يتأثر بشكل مباشر بمهارات قراءة الكلمات كما رأينا، وفك رموزها، وباكتساب المفردات، وبالطلاقة. فكلما وجد المتعلم صعوبة في القراءة نتيجة لنقص في الوعي الصوتي، أو معرفة أصوات الحروف، أو ضعفت لديه الطلاقة، أو كان رصيده من الكلمات ضعيفا، فبالطبع سوف يؤثر كل ذلك على مهارة الفهم لديه. إذن لهذا، نظرا لأهمية الفهم القرائي في درس القراءة، فقد أصبح هذا الفهم موضوع تعليم وتعلم. لهذا جاء كما رأيتم في الوضعية، في السؤال الثاني، اقترح بعض الاستراتيجيات التي تمكن المتعلم من الفهم، يعني من امتلاك الفهم القرائي. وعندما نتحدث عن استراتيجيات، في الاستراتيجيات نتعلمها، لا تأتي هكذا بمفردها، بل ينبغي أن نعلمها للمتعلم. فموضوع الفهم القرائي هو ينبغي أن يكون موضوع تعلم وتعليم، بعد أن كنا فقط نتعامل معه باعتباره موضوع تقييم. إذن ينبغي أن نتجاوز هذه الفكرة. من التقييم الفهم القرائي، إذن يمكن أن نقول الفهم القرائي هذا موضوع للنقاش، الفهم القرائي من التقييم إلى التعليم والتعلم، من التقييم إلى التعليم والتعلم، هذا موضوع النقاش. ينبغي أن يتساءل كل واحد منكم عن هذا، فحوى هذا المعنى. لنقول بأن الفهم ينبغي أن يكون موضوع تعلم وتعليم، وليس موضوع تقييم، لأن ما نقوم به عادة هو فقط تقييم الفهم لدى المتعلم، انطلاقا من المستوى الثاني والثالث والرابع. فلهذا نجد التلميذ في المستوى السادس وهو لا يمتلك الاستراتيجيات الأساسية للفهم القرائي، ولا يمتلك الاستراتيجية الأساسية. حتى الطلاقة فهي ينبغي أن تكون موضوع تعليم وتعلم، حتى اكتساب المفردات ينبغي أن يكون موضوع تعليم وتعلم. كما نجد بأن الوعي الصوتي والمبدأ البجدي هو في المستوى الأول من التعليم الابتدائي هو موضوع تعليم وتعلم. إذن القراءة في جميع مستويات التعليم الابتدائي ينبغي أن تكون موضوع تعلم وتعليم، وليس موضوع تقييم. لهذا فسوف نمر في مرحلة موالية إلى تعريف استراتيجيات الفهم القرائي. تحدثنا عن الاستراتيجيات، إذا لا يمكن أن نتعلم الفهم إلا بتعلم مجموعة من الاستراتيجيات الأساسية للفهم القرائي. هي مجموعة الأداءات، إذا الاستراتيجيات للفهم القرائي هي مجموعة من الأداءات والممارسات التي يقوم بها المتعلم أثناء القراءة بهدف السرعة والسهولة والدقة في الفهم القرائي. لاحظوا هنا، عندما تحدثت عن الأداءات والممارسات التي يقوم بها بهدف ماذا؟ بهدف السرعة والسهولة والدقة. ولاحظوا كيف عرفنا الطلاقة؟ عرفناها بأنها السرعة والسهولة والدقة في الأداء. إذا لاحظوا بأن هنا هذه الاستراتيجية تتضمن حتى الطلاقة.
إذن ينبغي أن نصل إلى الطلاقة لنصل إلى الفهم القرائي، والتي تعبر عن مدى قدرته على استيعاب النص والتفاعل معه. تعبر عن مدى قدرته على استيعاب النص والتفاعل معه. إذن هذه الاستراتيجيات هي أداءات، ممارسات يقوم بها المتعلم أثناء القراءة بهدف السرعة في والسهولة والدقة في الأداء، وهذا سيمكنه من الفهم، وكل هذا يعبر عن مدى قدرته على استيعاب النص والتفاعل معه. وهنا يتعلق الأمر بجملة من الاستراتيجيات المنظمة التي تساعد المتعلم على قراءة النصوص وفهمها والتفاعل معها بشكل أسهل وأسرع وأكثر متعة وفاعلية. إذن هناك القراءة، قراءة النصوص، فهم هذه النصوص، التفاعل مع هذه النصوص، ولكن بشكل أسهل وأسرع وأكثر متعة. ينبغي أن يجد المتعلم متعة في ذلك وأكثر فاعلية. إذن هذا هو تعريف استراتيجيات الفهم القرائي. إذن ما هي هذه الاستراتيجيات التي نود أن نعلمها للتلميذ؟ وكيف نعلمها له؟ كيف نعلمها له؟ هذا هو السؤال المطروح. ما هي هذه الاستراتيجيات التي ينبغي أن نعلمها للتلميذ لكي يصل إلى الفهم القرائي؟ وكيف يمكن أن نعلمها له كأساتذة؟ فأما هذه الاستراتيجيات فيمكن أن نتحدث عن مجموعة من الاستراتيجيات، ولكن بالنسبة للكيف، كيف نعلمها له، سوف نترك هذا إلى الجزء، إلى المرحلة الموالية، وهي مرحلة التخطيط، عندما نخطط للدرس، درس القراءة. سوف نتحدث عن هذه الكيفية، كيف نعلم الاستراتيجيات، استراتيجية الفهم القرائي للمتعلم. إذن أول هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات، ما يسمى باستراتيجيات التخطيط للقراءة. استراتيجيات التخطيط للقراءة. قبل أن يقرأ المتعلم لا بد أن نعلمه بعض الاستراتيجيات التي تجعله يخطط لما سيقرأ، لا يدخل هكذا مباشرة إلى للنص ويقرأ النص مباشرة، بل هناك بعض الاستراتيجيات التي نحضر بها المتعلم لقراءة النص، هو الذي يحضر نفسه لهذه القراءة. إذن استراتيجية التخطيط للقراءة تضم أولا استحضار المكتسبات السابقة. إذن في أي درس من دروس القراءة لا بد أن نبدأ بتعويد المتعلم على استحضار ما اكتسبه وما يعرفه في ارتباط مع موضوع النص الجديد، وذلك من خلال وضعية يقترحها الأستاذ، ويجعل من خلالها المتعلمين يستحضرون ما اكتسبوه سابقا. وهنا يمكن أن نتحدث كذلك حتى على التمثلات.